رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد. وعن قطاع الرياضة تحديدا قال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: حظينا بدعم لا محدود من قبل حكومتنا الرشيدة ولله الحمد أثمر عن تسجيل قفزات كبيرة للغاية وضعت المملكة في مصاف الدول القيادية المؤثرة باستضافتها للعديد من الفعاليات والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات العالمية، فضلا عن الدعم السخي والمالي الكبير الذي تحظى به المؤسسات الرياضية في بلادنا الغالية. قدم مجلس إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اليوم السبت الشكر للمهنئين بالفوز بدوري أبطال آسيا 2019 سواء من داخل المملكة أو خارجها. وقال بيان هلالي عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: هذا الإنجاز يسجل باسم المملكة قبل أن يسجل باسم نادي الهلال. وثمن البيان مساندة فريق الهلال وهو في الطريق نحو اللقب 59 في خزانته. كلف الروماني رزفان مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جهازه المساعد بجمع معلومات فنية حول فريق الترجي التونسي وتحليلها قبل ملاقاته في الدور ربع النهائي من بطولة أندية العالم في 14 من ديسمبر المقبل. كما أبلغ رزفان مساعديه بدراسة مواطن الضعف والقوة لدى فريق فلامينغو البرازيلي لاحتمالية مواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة حال تأهل الهلال وتخطيه عقبة الفريق التونسي. ارتقى الهلال إلى المركز 18 في التصنيف العالمي للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا اليابانية، وذلك حسب تصنيف موقع كلوب وورد رانكينج المختص بتصنيف المدربين والأندية. ووصل مجموع نقاط الهلال إلى 9829 نقطة. بدوره تقدم الروماني رزفان المدير الفني للهلال إلى المركز 51 عالميا في التصنيف الدولي للمدربين متقدما 13 مركزا عقب قيادته الفريق إلى تحقيق اللقب الآسيوي. توقع البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق فلامينغو البرازيلي فوز فريقه السابق الهلال على الترجي التونسي من أجل مقابلته في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ووصف خيسوس فريق الهلال بالمميز والقوي مؤكدا أن الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا قد ترتب وتأسس بفضله حينما تولى تدريبهم في وقت سابق وفق ما صرح به لصحيفة ريكورد البرتغالية. اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم معسكره الذي استمر 4 أيام في جبل علي بدبي بحصة تدريبية صباحية قبل أن يعود الفريق إلى الرياض مساء أمس. ومنح مدرب الفريق اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة قبل أن يعاودوا التدريبات استعدادا لمباراة الكرية ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين في 6 ديسمبر المقبل. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار 10 أهداف لنيل جائزة أفضل هدف سجل في بطولة دوري أبطال آسيا 2019. ودخل البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد الترشيحات بالهدف الذي أحرزه في مرمى الريان القطري ضمن الجولة 6 من دور المجموعات. وقال الاتحاد الآسيوي أن هذا الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات قبل أن يسدد رومارينهو كرته التي اعتلت الحارس. We'll be right back.